إن كنت معتاداً على قيادة السيارة في الشارقة، فأنت تعرف أن حوادث المرور البسيطة يمكن أن تحصل في أي وقت، والآن لن يستغرق الإبلاغ عنها كثيراً من وقتك الثمين. فمع تطبيق رافد للإبلاغ عن الحوادث، يمكنك تقديم بلاغك في غضون دقائق معدودة. كيف تستخدم التطبيق؟ اختر منطقة آمنة لإيقاف سيارتك، ثم سيطلب منك التطبيق إدخال المعلومات اللازمة بما فيها رقم رخصة القيادة لكل سائق في الحادث، وأرقام لوحات السيارات، وصور الأضرار بكل سيارة. ويمكنك الاستفادة من خاصية طلب ضابط مرور من رافد للمساعدة. بعد إدخال المعلومات، سيعرض لك التطبيق عدة خيارات متيسرة للدفع. وهكذا تنتهي الإجراءات، وسيصلك تقرير الحادث النهائي عبر البريد الإلكتروني أو رسالة قصيرة. نعلم أن حوادث المرور مزعجة، ولكن الإبلاغ عنها لن يكون مزعجاً مع تطبيق رافد. حمل تطبيق رافد للإبلاغ عن الحوادث، ووفر الوقت والمال والجهد.